احترام معلم. وصلت لانسي سلمى وكله تمام. احترامي احترامي. حطوا الشنطة. ولو حبيب القلب سلمى بعيوني وحياة عيونك راح خليها تطلع الأولى بالجامعة. لا تشيل هم بنوب، أنا متحمل مسؤولية دراستها كاملة. ولو سلمى مثل بنتي، وأنا راح أعمل لهم برنامج دراسي متقن، ونورا راح تعمل لهم برنامج دراسي متقن. لا لا لا، نورا بنت زميلي أبو نورا وليف الصبا، بس بتشتغل عندي هون بالمنتجع. طبعا خريجة جامعة هي، عاملت لهم برنامج متقن للدراسة. ولو يوفروا حبيب القلب، ولا يهمك بعيوني. على راسي على راسي. الله معك، مع السلامة مع السلامة. ما بدي اشرب شيء. اهلا وسهلا بسلمى. اهلين اونكل. واهلين برفيقة سلمى. شو اسمك يا عمو؟ زينة. زينة، عاشت الاسامي يا زينة. اهلا وسهلا. الله معكم. الله معكم بامان الله. اهلا وسهلا. لا تقلقوا، كل الامور تمام ان شاء الله خير. الله معك الله معك. عزوز لك شو هالحلا هذا كله؟ هدول بيضلوا عنا بالاوتيل؟ ولك ايه، عندهم امتحان بالجامعه وجايين يدرسوا عنا. لك شو هدول بنات الجامعه؟ انا كنت اسمع فيهم سمع، بس ما كنت متصور لك احلى من ممثلات السينما. ايه هلا الواحد صار كله نفس يشتغل بالاوتيل. شريف شريف من هون. سمعتيني هاي شو قالت هي ليك واقفه جديه؟ انا كمان بعمل لهم برنامج للدراسه. لا الشريط رقم 4 استاذ. او ماي جاد او ماي جاد بستيشن وبستيشن. الجراسه قال او نرقص. اعطينا اغنيه خلينا نرقص. ترقصي كو؟ لا بتيجي عندي. شبكي توتي؟ كمان ما اشرب القهوة اليوم. ليش؟ والله ما بعرف ما بعرف. يلا بسيطة بسيطة هلا، مشان هيك انتي زعلانة؟ تعودت بصير له فنجانه كل يوم. شو شو لوين طالعين؟ أنا طالع أصلح الكهرباء بالطابق الثاني، مضروبة من امبارح. وكلكم ما شاء الله طالعين صلحوا الكهرباء. زوربا انت شو دخلك بتصليح الكهرباء بالله؟ بلكي بساعده. ايه بساعدني قال لي هو. بس بيطلع عنتر لحاله. ماشي ماشي عنتر، اطلع لحالك وزبط لهم الكهرباء. اذا احتجت اي شيء خبرني. ماشي ايه ايه يلا سلام. شو صار لهم هدول البشاف البنات؟ والله هن الحلوين، بعت لهم 60 حمش وحلوين.